راح الشركة وسلم على جاسر وخد سارة وخرجوا في الميعاد وعزمها على الغدا. سارة كانت تعبانة شوية لأن امبارح طول الليل ما نامتش. كانت محتارة لأن سوزي الصبح طلبت منها إنها تغري جاسر بأي طريقة وتحاول تنجز الموضوع، وكمان قالت لها إنها تمثل إنها تعبانة قدام جاسر وتعمل إنها يغمى عليها ويشيلها وتبدأ تغري، وده ضايق سارة جدا. مهما كانت حجم الثروة، بس سارة شافت إن أمها مستعدة ترخص بنتها عشان الانتقام. مالك يا سارة، أنت كويسة؟ أنا كويسة بس محرجة عشان أول مرة نخرج مع بعض. لا أنا عايزك تاخدي راحتك، أنا مش غريب يا سارة. تعرف يا سارة، بابا بيقولي إن كل ما بيشوفك يحس إنك مألوفة بالنسبة له. أسفة بس الشيء غصب عني. تأسفي على إيه؟ هي حاجة بإيدك؟ أنت كويسة يا سارة؟ الحمد لله. قلبي كان هيقف. طب الحمد لله. سارة شافت إنها فرصة مناسبة تتكلم، يمكن تعرف أي خيط يوصلها للطريق الغامض اللي هي فيه. قولي يا مالك. فضلي. أنا ملاحظة كده إن باباك هو اللي بيدير الشركة لوحده، وأنت ساعات تروح له، وإن اللي بيزوره كلهم صحابه، يعني ملوش قرايب. ده أنت مركزة بقى مع بابا. أنا مركزة في شغلي، لكن ده لفت نظري. لا أنا بهزر يا سارة يا ستي، فعلا كلهم أصدقائه، عمه آدم أخو ماما، وعمه طارق وعمه أشرف. كلهم أصدقائه، عمه آدم أخو ماما، وعمه طارق وعمه أشرف، جوز عمتي هنا وعمه حسام، دول كلهم صحاب بابا. غريبة، ملكوش قرايب؟ لا كان لينا جدي حسين الله يرحمه، وأخو جدي صلاح برضو الله يرحمه. جده صلاح ده خلف ولد اسمه عاصم. بصي لو قلتلك عاصم ده كان شيطان، يبقى أنا كده بظلم الشيطان. سارة اتضايقت من وصف مالك لأبوها، وكانت عايزة تزعقله واتخنقت، لكن كتمت غيظها. هو كان وحش وحش، بس أنا سمعت عنه بلاوي ما يجوش عليه غير الرحمة. أنت شوقتني بصراحة يا مالك، أعرف اللي اسمه عاصم ده عمل معاكم إيه؟ سارة أنا عزمك النهاردة عشان حاجة مهمة. بعدين عاصم ده ما أذنيش معايا أنا، هو أذى جدي وبابا وعمتي، أنا ما كنتش لسه اتولدت. شكلك مش عايز تحكي لي، ممكن أنا ما كنتش يعني كاتمة أسرارك. براحتك وأسفل الطفولي. أنت يا سارة مش كاتمة أسراري، ده أنا بحكي لك يومي بالتفصيل. وعموما يا ستي حكاية عاصم الصاوي دي مش سر ولا حاجة، دي حكاية قديمة من 22 سنة، وخايف أحكيها لك تخافي مني. أخاف منك ليه؟ يعني لو قلتلك مثلا إن عاصم ده قاتل وكان هيبقى مغتصب والحوارات دي ممكن تخافي. اغتصاب؟ اغتصاب ازاي؟ يعني هو القتل العادي واغتصاب دي اللي صعبة بالنسبة لك؟ سارة استغربت لأن سوزي وابتسام ما قالوش ليها حاجة عن الاغتصاب. لا بس أنا استغربت مش أكتر، أكيد عمك ده كان كبير يعني، وإنه يغتصب هو كان سنه كبير ولا صغير يا مالك؟ بابا قال لي انه كان عنده 37 سنة. بصي هي حكاية معقدة، هقولك اللي فهمته. عاصم ده كان امه اسمها ابتسام، ابتسام دي اتجوزت جدي صلاح الله يرحمه، وبعدها كانت دايما تحاول توقعه مع جدي حسين الصاوي الله يرحمه، لان جدي حسين كان غني ورجل اعمال، صلاح كان شغال محاسب مع اخوه حسين، وهي عايزة الثروة. ابتسام بعدها خلفت عاصم وربته وزرعت في الشر، ولما وصل 18 سنة هي ما استحملتش انها تكون ما يكونش جوزها رجل اعمال، قتلت صلاح الصاوي، وبعدها بخطة خبيثة منها بعتت عاصم ده، راح عند جدي حسين عشان يتربى وسط بابا جاسر وعمتي هنا، وكبر فعلا معاهم، وجدي حسين عامله زي ابنه بالظبط وكان بيحبه جدا. عاصم كبر وفهم كل حاجة في الشركة وعرف كل اسرار حسين الصاوي. جدي حسين من حبه لعاصم اشترى شقة فخمة جدا لعاصم عشان يتجوز فيها، ولحد 37 سنة كان عايش معاهم. وبعد كده جدي حسين في واحد بيتصل عليه دايما وبيهدده ان في مخدرات وأطعمة فاسدة هتتحط وسط الشاحنات بتاعته لو مسمعش الكلام، وكان المتصل ده بيغير صوته. فضل يزاول جدي حوالي شهر، ولما جدي حسين حس بالخطر وزع الورث بتاعه بالنص، نص البابا ونص لعمتي هنا. جه عاصم لما عرف بالورث قرب من عمتي هنا، حاول ياخد منها معلومات وأوهمها بالحب، وعمل عليها أنه هيتجوزها. طبعا عمتي هنا صدقته لأنها كانت 20 سنة، وعاصم ده كان بيمثل الأخلاق والفضيلة. بعدها جدي حسين حسن الخطر بيزيد، اتفق مع الشرطة وراقبوا الفيلا كويس، والمتصل في يوم حدد ميعاد في مكان يقابل جدي حسين علشان يقوله على الطلبات وعايز منه إيه بالظبط. بعدها حدد المكان والزمان. عاصم عرف من هنا كل حاجة، وعاصم ده كان هو اللي بيتصل، ولما عرف من عمتي هنا ان جدي حسين متفق مع الشرطة
غير الميعاد وقابله قبلها بيوم، وكان الصبح مش بالليل زي ما اتفق معاه. جدي طبعا اكيد اتصدم لما شاف اللي بيهدد حياته ده ابن اخوه بيعتبره ابنه الكبير. عاصم ساوم جدي انه يمضي على كل الاملاك بتنازل، ولما جدي رفض قتله بحقنة سم في رقبته. سارة طبعا بتسمع مصدومة مش عارفة تصدق مين، وحاسة انها ضيعة. وعاصم بعد ما قتل جدي بعد عن عمتي هنا وقرب من بابا وحاول يخليه يثق فيه علشان يمضيه. في الفترة دي كان عمي آدم اللي هو صاحب بابا حاليا وأخو ماما كان رائد في الشرطة، وهو اللي كان ماسك القضية وبدأ يبحث في القضية ومسك أول خيط اللي هي عمته هنا، وحكيت له كل حاجة. وبعدها آدم شك في عاصم على طول. في الوقت ده كان بابا تعرف على ماما، كانت موجودة عنده في المكتب في يوم، وجي اللي هو طارق صاحب بابا برضو كانت رتبته رائد، وحذر بابا من أنه يمضي على أي حاجة تخص عاصم. لكن بابا ما صدقش حاجة من الكلام ده، وأن عاصم أخوه الكبير ومش معقول يعمل كده. وبعدها بكام يوم عاصم جاب ملف البابا وكان لسه هيمضي، دخلت ماما وشافت بابا وعاصم، بابا هو لسه كان هيمضي، عملت نفسها دايخة. وعاصم خرج يجيب لها مية، هي قامت وفتحت الأوراق وبابا ما صدقهاش وقال لها مش هتلاقي حاجة، لكن اتصدم لما ماما جابت له الملف وشاف أوراق التنازل وعرف عاصم على حقيقته. لكن بابا ما تكلمش عشان كان خايف على عمته هنا، وغير كده هو كان بيحب عاصم، وبرضو عمه آدم نبه عليه إن محدش يعرف عاصم إنهم شاكين فيه. في الفترة دي عاصم كان مفكر هو بيقتل حسين بالسم مفيش دليل، لكن كان في واحد موجود وصوره فيديو مع الاعتراف إن ابتسام أمه قتلت أخو صلاح. ولما الرجل اتصل على عاصم عشان يطلب منه فلوس قصاد الدليل، عاصم قتله وخطف ابنه ورماه بعد ما قتل أبوه. وبعدها ابنه حب ينتقم لكن فشل، وكان هيقتل الولد الصغير، ولما آدم عرف قال له يسيب الولد. عاصم تخيل الحيوان ده قال ايه؟ سارة مصدومة لان النص اللي بتسمعه عكس اللي اتحكى لها. ايه؟ قال له تسيب لي مراتك اسيب الولد ده. عاصم اعترف لرائد آدم بكل حاجة في التليفون وكل حاجة عملها، وانه كان هيخطف ماما وكمان عمتي هنا عشان زي ما قلتلك وانت استغربتيني كان عايز يختصبهم. ساعتها آدم ما استحملش، عاصم كان هيقتل الولد خلاص لو آدم ما طلقش مراته. لكن آدم اتصرف وبعت صاحبه انت ما تعرفوش اسمه عمه بيتر، صديق قديم لبابا، وجي وانقذ الموقف وخد الولد بس كان متكسر ومتعور. اما عاصم خدوه على المخزن وضربوه وعذبوه. آدم انتقم لمراته واخته وكمان مرات عمي طارق وامي وصفاله عين واحده، وبعدها اتعالج خدوه على السجن واعترف بكل جرايمه واعترف على والدته، وكانت معاه بنت استغفر الله العظيم ماشي معاها في الحرام، واتعرف عليها عاصم، خد اعدام وابتسام مؤبد، والبنت دي 15 سنه، وقالوا ان ابتسام دي اتجننت. وبكده يا ستي عيلتنا محدوده، جاسر الصاوي وهنا الصاوي، لكن اصل العيله من الصعيد لكن من بعيد. هي دي كل الحكايه. ساره حست انها في دوامه، سمعت من سوزي ومن مالك وكل واحد يقول عكس التاني، لكن حقائق مالك فيها اسرار جديده، عينيها مليانة دموع وغصب عنها دمعة نزلت لأنها محتارة الصح فين والغلط فين، مين صح ومين غلط، أصدق مين وأكذب مين، الحقيقة فين؟ ماما حكت لي نص اللي مالك حكاه، ما حكتيش كل ده. سارة، سارة مالك؟ أيوة مالك، أسفة ما انتبهتش. أنتي بتعيطي ليه؟ لا أبدا، تأثرت شوية قلتلك بلاش، هي أصلا حكاية مش حلوة وماضي مش حلو. طيب مرات عاصم دي كانت فين؟ مراته؟ هو أنا قلتلك إنه متجوز أصلا؟ يعني قصدي إنك قلت عنده 37 سنة وجدك اشترى له شقة عشان يتجوز فيها، أكيد يعني كان متجوز وممكن يكون خلف كمان. لا أبدا، ولا متجوز ولا مخلف والحمد لله. هو الشيطان ده لو كان اتجوز أكيد كان هيخلف شيطان صغير. يلا أو ريح واستريح. الله مالك يا سارة، انت قلقتيني عليكي ليه؟ مفيش يا مالك، انا بس اتأثرت ان يكون في ظلم كده وان الفلوس دمرت العيلة. طبعا يا سارة الفلوس دي ساعات بتكون نقمة على صاحبها. تعرفي ان عاصم ده هو اللي كان داير شركة جدي وكان مرتبه عالي وكويس قوي، وبابا ما كانش مهتم بالشركة، حياته كلها كانت سفر. طيب هو ازاي عاصم ده ما كانش متجوز؟ اعذرني يعني لتطفول يا مالك، انت قلت ان عاصم ده كان في ناس مشتركة معاه في الجريمة اللي هما ابتسام والدته وبنت تانية، مش يمكن تكون مراته؟ لا
انا بابا وماما حكولي كل حاجه بعد محايلات طويله، وبالصدفه كمان ما كانوش عايزين يحكوا لنا حاجه. البنت دي كانت سكرتيره بابا في الشركه بعد ما استلم مكان جدي حسين بعد ما اتقتل. سوزي دي كانت شيطان ماشيها بطال. سوزي؟ كان اسمها سوزي، ودي اللي كانت بتقول لعاصم على كل حاجه. كانت بنت استغفر الله العظيم مش كويسه جدا. سوزي امي؟ ساره مالك يا ساره؟ مالك قام بسرعه وراح قاعد على ركبه قدام ساره. مالك يا ساره؟ ساره بصت لمالك وغمضت عينيها وراسها مالت على كتفه واغمى عليها. ساره؟